السلام عليكم دفعة حياة، أنا يامر بني محمد. إن شاء الله اليوم راح أكون معكم في شرح ما تبقى من محاضرة الجي آي. إن شاء الله إنه تكون المحاضرة خفيفة لطيفة عليكم. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. اللهم لا سهلا لما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم احلل عقدة من لساني يسر لي أمري يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أو بإيش أنا بدي أبدأ إنه إيش هي الأرتريز أو الشرايين اللي بتزود لي القناة الهضمية بالدم. بس قبل ما ابدا بهاي الارتريز في اشي مهم لازم نعرفه. انا بالامبريولوجيكال يعني كل الاشخاص لما كانت باليوتيرس كان الجي اي تي تبعه بينقسم الى 3 بارتس: فور جت، ميد جت، اند هند جت. الفور جت والميد جت والهند جت، تمام. وكل جزء من الجي اي تي هيهم هون، كل جزء بيبدا عند جزء معين وبينتهي عند جزء معين وهكذا، تمام. خلينا نبلش الان نحكي فيها هاي الاجزاء. الفورجت اكستندز بيمتد من الديستال اند اوف ذا ايزوفيجس تو ذا ميجر دودينال بابيلا، تمام. الميد جت اكستندز فروم ميجر دودينال بابيلا، لاحظوا من المكان اللي انتهى عنده الفور جت اللي هو الميجر دودينال بابيلا بدا عنده الميد جت ميجر دودينال بابيلا تو ذا بروكسيمال 2/3 اوف ترانسفيرس كولون. والهند جت اكستندز فروم ذا ديستال 1/3 اوف ترانسفيرس كولون تو ذا ابر هاف اوف ذا انال كانال، تمام. اوكي تمام. بس في شغله ننتبه لها، انا حكيت لكم انه مثلا انا عندي الفورجت انتهى عند الميجر دودينال بابيلا، اذا الميدجت بده يبدا عند الميجر دودينال بابيلا، تمام. هسه الميدجت وين انتهى؟ بالبروكسيمال 2/3 اوف ذا ترانسفيرس كولون، تمام. هي انا عندي القولون، حلو، هيو هيك تقريبا، يعني لوين هيو هيك تقريبا، نقسمه لثلاث اثلاث. انا عندي البروكسيمال 2/3 اللي هن هذول، هذا ثلثينه واخر ثلث منه اللي هو هون، هذا اخر ثلث. فيعني انا بحكي انه الميد جت انتهى عند يعني ثاني ثلث، يعني بقدر احكي انه انا الميد جت بدا او انتهى عندي ديستال 1/3 اوف ترانسفيرس كولون، والهند جت نفس الشيء بدا عندي ديستال 1/3 اوف ترانسفيرس كولون. حسيت حالي عجقت الدنيا بهاي النقطه، اعيدها. عندي الميد جت بدأ بالميجر دودينال بابيلا من محل ما انتهى الفور جت، وانتهى عند شو كاتب لي بالتفريغ؟ البروكسيمال 2/3 اوف ترانسفيرس كولون، حلو. هسا الهند جت المفروض من وين يبدأ؟ من البروكسيمال 2/3 اوف ترانسفيرس كولون. طيب هنا شو كاتب لي؟ انه بدأ عند الديستال 1/3 اوف ترانسفيرس كولون، حلو. انا عندي هي القولون مثلا، فلنفترض هي هون، ها بدي اقسمه لثلاث اثلاث. هي او بالله عشان ما اجيكش الدنيا مرة ثانية، هي القولون، تمام. بدي اقسمه لثلاث اثلاث، تمام. هي ثلث وهي ثلث وهي ثلث، تمام. الميد جت انتهت هون، جيب لون ثاني، انتهت هون الميد جت، تمام. هسا الهند جت من وين بدها تبدا؟ من هون برضه وتنزل، صح، حلو. انا حكيت انه الميد جت او التفريغ حكى يعني انه الميد جت انتهت بالبروكسيمال 2/3 of transverse colon اللي هو 1/3 1/3، بده يعطيني 2/3 اللي هم هذول الاثنين 2/3. بقدر احكي كمان انه الهند جت برضه بدا من ال 2/3 هاي، وبقدر احكي انه الميد جت انتهى عند ال 1/3. فاهمين؟ يا رب اكون فهمته صح، ما اكون عجقت الدنيا. اذا ما فهمتوش احفظوها، احفظ خلص. طيب الـ GIT is supplied by 3 main arteries. الآن بدنا نحكي عن الـ arteries اللي supply الـ GIT بالبلود. أول إشي عندي الـ celiac trunk والـ superior mesenteric artery والـ inferior mesenteric artery.
الآن السيلياك ترانك هو the shortest artery that supplies the GIT with the blood، يعني هو أصغر شريان بيعطي أو بيودي الدم للقناة الهضمية، very short أقصر إشي. rises يعني بيطلع من عند الابدومينال ايورتا at the level of T12 beneath aortic hiatus at T12، يعني تحت الايورتيك هياتس. هسا السيلياك ترانك هذا supplies الفورغات اللي هي بتحتوي على ليفر سبلين ستومك، مش مهمات انا ما حكيتهن هون يعني مش مهمات لانهن. و السيلياك ترانك برضو بنقسم الى ثلاث اجزاء، splenic artery common hepatic artery وليفت gastric artery. والله شوف اني بسجل صوت تمام. وليفت gastric artery حلو حلو. هسه في شغله هون لازم ننتبه لها عشان ما نخربط فيها. السيلياك ترانك هو the shortest artery that supply the GIT with the blood، هو اقصر شريان بيودي الدم على ال GIT. والشريان هذا اللي هو اقصر شريان بنقسم الى ثلاث شرايين اخرى اللي هن splenic artery common hepatic artery والليفت gastric artery. اكبر شريان بهاي الشرايين هو splenic artery. تمام تمام. the largest branch arises from the left side والcommon hepatic artery arises from the right side طبعا السيلياك ترانك. والليفت gastric artery arises superiorly and follows the lesser curvature of stomach. حلو. الآن نيجي على الأرتري الثاني اللي هو superior mesenteric artery arises from abdominal aorta below the celiac trunk and above the left renal vein and above إيش the left renal vein. طيب إذن superior mesenteric artery عندي أنا الabdominal aorta arise منها يعني بطلع منها وبيكون تحت celiac trunk وأبوف الليفت رينال فين. الآن الليفت رينال فين هذا في إله قصة ثانية. طيب بسم الله، أنا عندي هون الأبدومينال إيورتا وعندي هون السوبيريور ميزنتريك آرتري. تمام، هي هذا الأبدومينال إيورتا وهذا السوبيريور ميزنتريك آرتري. أوكي، في بيناتهن فين اللي هو الليفت رينال فين. تمام تمام صح، ليفت رينال فين. ايوه ليفت تمام. انا يعني هسه مثلا هي الابدومينال ايورتا وهي السوبيريور ميزنتريك ارتري تمام، وهي الرينال فين. ابدومينال ايورتا سوبيريور ميزنتريك ارتري والرينال فين بيكون بيناتهم. الجنكشن اللي بين ال سوبيريور ميزنتريك ارتري والابدومينال ايورتا اللي هو هذا من هون ممكن يصير فيه سولو او يعني انه يصير فيه اي اذى معين. فايش راح يؤدي الى انه تقلل المسافه بين الابدومينال ايورتا والسوبيريور ميزنتريك ارتري. قلت المسافه قلت، فايش عملت انا كونستريكشن للليفت رينال فين، عصرت الليفت رينال فين زي هيك. تمام، ها قلت المسافه بدل ما كانت هالقد صارت هالقد، بدل ما كانت هالقد صارت هالقد، قلت المسافة. هاي متلازمة اسمها نوت كراكر سيندروم أو نوت كراكر سيندروم، بعرفش اشرفتها الصحيح. حلو. الآن هسا السوبيريور ميزنتريك أرتري احنا حكينا انه arises from the abdominal aorta و descends below the celiac trunk descends posterior to the neck of pancreas and anterior to the third part of duodenum supplies the midgut from lower half duodenum until the proximal two-third of transverse colon. مش مهم كثير هاي. طيب هسا الانفيريور ميزنتريك ارتري runs downward to the left to supplies the hind gut from the distal one-third of transverse colon to the upper half of anal canal. مش مهم كثير، اسحب عليها. طيب الان خلصنا الارتريال supply of the GIT، نيجي على الابر اكسسوري دايجستيف اورجانز. الابر اكسسوري دايجستيف اورجانز هم ثنتين، السليفري جلاند والليفر. حلو حلو. الآن نبلش بالسليفري جلاند. هسا السليفري جلاندز هم نوعين، الماينر سليفري جلاندز وميجر سليفري جلاندز. الماينر سليفري جلاندز هم بيكونوا فيري سمول جلاندز، بيكونوا هندردز بالمئات،
ولهم أربع أنواع. الميجر سليفري جلاندز هم بيكونوا أكبر وثري بيرز. شو يعني ثري بيرز؟ يعني ثلاث أزواج. ثلاث أزواج هذول ست جلاندز مش ثلاث جلاندز. ثري بيرز يعني سكس جلاندز، تمام؟ وخمسة ستة، انتبهوا لها، ممكن يجي عليها سؤال. تمام، إذا نيجي بسم الله. الماينر سليفري جلاندز، ماني جلاندز، هندردز هن سمول طبعا، سكترد وذين ذا ميوكس أوف ذا أورال كافيتي، مش مهم كثير، ديفايدد إنتو فور جروبس، الليبيال جلاندز والبيوكال جلاندز والبلاتال جلاند واللينجوال جلاندز. هسا كل جلاند هو حاط لي من وين بتكون موجودة، مش مهمة يعني، إذا بدكم تحفظوها وتقرأوها يعني أنتم حرين، بس مش مهم كثير. هسا في أشياء يعني ليش بحكي لكم مش مهمة، هسا تفريغ هذا الدكتور دقق وحكى رح تيجي منه الأسئلة. هسا كل إشي حكاه الدكتور بالمحاضرة موجود بهذا التفريغ، ولكن يعني في أشياء زيادة أو ما كثر مثل ما كانت تنعطى بالسنوات اللي قبل اللي هو ما كان يعطيها، في أشياء مش موجودة بالكتاب أصلا. فإحنا عشان هيك يعني بنحكي لكم مش مهمة يعني، خلاص اسحبوا عليها، خصوصا هسا يعني الامتحان بيكون ضايل له كم من ساعة، فالأشياء مش مهمة هاي خلاص اسحبوا عليها يعني. هو يعني بيكونش غير تفريغ اللجنة اللي فيه هاي الأشياء علشان الدكتور دق. طيب الميجر سليفر جلانس هن 3 بيرز يعني 6 جلانس، عندي الباروتيد جلاند والسب مانديبولار جلاند والسبلينجويال جلاند. طيب هون في كثير معلومات بكل جلاند، أهم إشي أنا أعرفه بالجلاندز هاي اسمها، الدكت تبعها، الكورس تبع الدكت هذا، ووين تفتح الدكت هاي يعني وين بتطلع بالجسم، تمام؟ هسا الباروتيد جلاند هاي اسمها اول شيء، وهي اللارجست سليفر جلاند. سيكريتس اباوت 15% اوف سلايفا، هي مش مهمه، مينلي سيروس سلايفا برضه هي مش مهمه. تمام، هسا الباروتيد جلاند هي ويدج شيبد يعني خشنه، إلها بيس وإلها إيبكس. هسا هي كيف بيكون شكلها الباروتيد جلاند؟ زي هيك هيك هيك، البيس هاي وهي الإيبكس تبعتها، البيس بتكون سوبيريور والإيبكس بتكون انفيريور، عكس الحياة. وين بتكون موجودة طبعا هاي الباروتيد جلاند؟ بالباروتيد ريجون. طيب إيش هي الباروتيد ريجون؟ يعني between the ramus of mandible، هاي من مادة الفيرست، anteriorly and the mastoid the process of temporal bone posteriorly. تمام the facial nerve enters through it and then give five terminal branches. هاي اسحبوا عليها. The duct of the parotid gland، هسا اسم الدكت هذا مهم جدا، اللي هو stenosis duct. طيب يعني للي مزنوق وبده يحفظ بسرعة، اسمها انها largest salivary gland وموقعها واسم الدكت، وهسا بدنا نعطي الكورس تبع الدكت هذا يعني كيف المسار تبع الدكت هاي اللي هي القناة تبعت هاي الجلاند. arises from anterior part of parotid gland then runs horizontally and superficial to masseter muscle. هسا بصراحة على صورة، when it reaches the anterior border of masseter muscle it's directed medially to bursis يعني penetrate the buccinator muscle oblique opens into the vestibule و opens to the upper second molar. يعني ست أشياء لكم تحفظوها بالجلاند، اسمها وين هي largest salivary gland، وين موقعها، وإيش اسم الدكت تبعتها، والكورس تبع هاي الدكت وين open. تمام، بس أشرح الكورس تبع stenosis duct على الصورة. parotid duct هيها parotid gland. طيب هسا شوفوا هون مش موجودة المسلز، أجرب أشوف complete anatomy. مش اسمها stenosis duct، أيوة هي المسلز هاي. شوفوا كيف عندي هاي الباروتيد جلاند. طيب خليني اخذ السكرين شوت. هاي الباروتيد جلاند وهاي الدكت تبعتها اللي هي stenosis duct. انا في عندي تو مسلز مارقه من خلالهم stenosis duct، هاي اول مسل وهاي ثاني مسل، هاي اللي هي ماسيستر مسل من الماستيكيشن، وثاني مسل هاي نسيت اسمها، والله نسيت اسمها،
لا إله إلا الله، بيوكينيتور مسل. طيب هسه المسيستر مسل هاي الستنسنز دكت رنز هوريزنتالي إلها، يا ساتر، رنز هوريزنتالي إلها يعني أفقيا عليها، بعدين بعد ما تخلص من المسيستر مسل بتيجي على ال صلى الله عليه محمد بيوكينيتور مسل رنز ميديالي وبيرسيز ات، يعني بنتريت ات بتخترقها، فاهمين؟ يعني هاي مسيستر مسل وهاي البيوكينيتور مسل الستنسنز داكت رنز هوريزنتالي تو مسيستر مسل ذن انترز ميديالي تو ذا بيوكينيتور مسل اند بيرسيز ات. بكل بساطة هاي هي يعني. طيب هاي شرحنا الكورس للستنسنز داكت. هسا نيجي على السبمانديبولار جلاند. طيب السبمانديبولار جلاند هاي اسمها اول شيء نحفظه منها، ومبين من اسمها وموقعها beneath and deep to the mandible when the body when the mandible internally there is okay myeloid line that extends third molar and runs anteriorly breaks this line attachment for the myeloid muscle which separates the oral cavity from the cervical region. طيب شوفوا submandibular gland هاي شوفوا مبدئيا افرجيكم شكلها، هيها هيك جاي شكلها من هيك يعني زي مقوسة، بس هي مقوسة حوالين مسل وهي المايلينويد مسل، فبالتالي لها تو بارتس السوبرفيشال بارت والديب بارت. السوبرفيشال بارت within the neck lies below، في كثير حكي تمام within the neck lies below the myeloid muscle closer to the skin والدي بارت within the oral cavity lies above the myeloid muscle. هاي هذا المهم منه deep part of the skin واسمها Wharton's duct. هسه بنروح على complete anatomy rises from the deep part opens. طيب نيجي على نروح ل complete anatomy اللي هي submandibular gland. submandibular gland بس بدي اياك تلاحظوا شغله، انه انا بس طلع بس ابحث عن اسم الجلاند بيعطيني ليفت ورايت، وهذا بدل لي انه هن بيرس يعني تو جلاندز. طيب والله هذا هايت طلعني المسلس. شوف submandibular gland طلعوا كيف، شو بدي اعمل هايت للدنيا كلها، ثواني بس ايه كيف لا شوفوا كيف مبدئيا هاي الجلاند طلعوا كيف شكلها، في هون في هون زي فراغ تمام، انتبهوا لي انه هنا في فراغ، نرجع شايفين الفراغ هذا فيه المسل اللي بتكون الجلاند هاي حواليها، وبالتالي في جزئين لهي الجلاند سوبرفيشيال والديب اللي بيكون تحت المسل هاي تمام. هاي فيد اذرز لا هاي الاثرز اوكي، هذا الجزء السوبرفيشال اللي هو بيكون فوق المسل هاي، وهذا الجزء الديب اللي هو بيكون تحت هاي المسل هاي بيلو ذا السوبرفيشال بيلو ذا مايلويد بلاند جلاند، او خربطت على السوبرفيشال هو البيلو تحت المايلويد بلاند جلاند المسل، والدي بارت ابوف ذا مايلويد مسل. هسا اسم الدكت تبع هاي المسل هو وارتونز دكت. ايش الكورس تبعه؟ arises from the deep part opens into the floor of the mouth when open the Wharton's duct into the floor of the mouth beside the tongue frenulum in a structure called sublingual papilla. تمام يعني ال Wharton's duct arises from the deep part to opens at the floor of the mouth beside the tongue تحت ال tongue frenulum in a structure called sublingual papilla
الان contributes up to 80% of saliva. هاي مش مهمه. secret serous and mucous saliva برضه هاي مش مهمه اسحب عليها. اخر gland عندي sublingual gland وهي lies beneath the tongue and under mouth mucous membrane, opens through several ducts, بيكون من 8 الى 20 duct, والduct تبعتها اسمها Revens duct, ومينلي ميوكس يعني بتسيكريت ميوكس. شوفوا هسا هاي النقطة الثانية فيها لبس راح يكون opens through several ducts, يعني السبلينجويال جلاند هاي ما إلها دكت واحدة زي السبمانديبولر والباروتيد جلاند, إلها كثير دكتس وبيكونوا من 8 إلى 20, وهاي الدكت اسمها ريفينس دكت. تمام تمام بسم الله. الآن نستكمل ال إحنا خلص لا ما خلصناش lower accessory digestive organs, حكينا اللي هم ال لا شو أح ممكن هابد هابد قبل شوي. طيب the upper accessory digestive organs the salivary gland, بس أنا قبل شو حكيت إن هن الليفر لا الليفر هي lower accessory digestive organs, أسفين على الخربطة. طيب إذا بس مشان الله يعني عشان أبرر ذمتي, الأبر أكسسوري دايجستيف أورجان أورجان هو سليفري جلاند, واللور أكسسوري دايجستيف أورجان برضو يعني هو واحد. هلا والله هلا حبيبي الله يسعدك. تمام اللور أكسسوري دايجستيف أورجان اللي هو إيش الليفر. هسا نحكي المعلومات عن الليفر. The largest internal organ and gland of the body. هون في شغله بدنا نوضحها هسه معلومات عامه. كثير ناس بتعرف انه اللارجست اورجان يعني اكبر عضو بالجسم هو الجلد السكن, بس هون لاحظ بحكي لك لارجست انترنال اورجان يعني هو اكبر عضو داخلي. اذا ايش اكبر عضو خارجي؟ السكن الجلد. ايش اكبر عضو بالجسم؟ السكن الجلد. ايش اكبر عضو داخلي؟ الليفر. فبالتالي الليفر هي يعني ذا سكند لارجست اورجان ان ذا بودي. طيب اللوكيشن مكان الليفر at the upper right quadrant extends to the left quadrant. كيف يعني؟ يعني أنا هي عندي الفور quadrants, هي الرايت quadrant وهي الليفت quadrant لأنه بيكون عكس زي القلب يعني. هي الليفر بتكون بالرايت upper quadrant extends to the left quadrants زي هيك يعني. الرسم ملهوش دخل يعني بس مهم توضح الفكرة. طيب إذا at the upper right quadrant extends to the left. الفانكشنز هسا وظائف الليفر. طبعا الليفر إلها تقريبا كم ألف وظيفة, خمس أو لا 500 وظيفة مش عارف, لها كثير وظائف. ولكن الأربع وظائف المهمات اللي هم لها أن نحكيهم توقع أخذناهم بالبيوكيم. بايل برودكشن أند سيكريشن, ميتابوليزم ستورج أند فلتريشن. تمام بايل برودكشن أند سيكريشن, ميتابوليزم ستورج أند فلتريشن. هسا السيرفيسز أوف ذا ليفر. الليفر لها تو سيرفيسز. سيرفيسز اللي هي مساحات أو سيرفيس مساحة يعني لها جهتين أو زي هيك يعني. هاي انا عندي هاي الكيبورد, هاي سيرفس وهاي سيرفس زي هيك مش عارف يعني الموضوع بده توضيح. سيرفس اوف ذا ليفر تو سيرفس, عندي دايفراماتيك سيرفس والفيسيرال سيرفس. دايفراماتيك اللي بتكون من جهه الدايفرام الحجاب الحاجز, والفيسيرال سيرفس. هسه الدايفراماتيك سيرفس هاي بتكون كونفكس. كونفكس يعني زي هيك, بس تطلع عليها من هون يعني, بس اطلع عليها من هون انا من فوق بتكون زي هيك كونفكس. وسوبرا انتيرير يعني تكون جاي قدام وفوق سيرفيس. تمام اذا هي كونفكس سوبرا انتيرير. طيب والفيسرال بتكون فلات وانفرا بوستيرير عكس هاي بتكون من تحت ومن ورا. طيب هسه الكونفكس سوبرا انتيرير سيرفيس اللي هي دايفراماتيك سيرفيس follows the concavity of the diaphragm attached to the anterior abdominal wall by the flusiform ligament. راح نجيها تحت هاي بالligaments which divides the liver into right and left lobes. في area بالliver اسمها البار area أو البير area, هي بتكون superior surface of the liver in the direct contact with diaphragm. It devoid from peritoneum, that's why it's called bear area. هسا هاي المعلومة الوحيدة المهمة من البير اريا, طبعا بدنا نعرف انها بالليفر اكيد, وانه ما فيش عليها بريتونيوم. ديفويد فروم بريتونيوم هاي زي هيك. تمام اتس لوكيتد بتوين البار اريا بتوين تو لايرز اوف كورونري ليجامنتس. طيب هسا الفيسرال سيرفيس فلات انفرو بيستيرير فيسنج ذا ابدومينال فيسيرا.
contains impressions from other visceral. طيب شو يعني impressions؟ هسا الكبد في قدامهم الأورغانز تبعت الجسم. هسا يعني هي يعني هي عندي هي الكبد، هي الكبد تمام، وهي فلنفترض انه هذا أورغان من الأورغانز اللي بالجسم، فبيكون زي شاد هيك فبعمل ديبريشن. يعني كل أورغان بعمل ديبريشن زي هيك، وهي الكبد فيها 4 أو 3 impressions تمام. gastric impression مبين من اسمه بيكون للستومك، مش موجودة هون. حلو، gastric impression بيكون للستومك، اكتبوها عندكم هاي gastric impression بيكون للستومك. ورينا الامبريشن من اسمه برضو للكدني، والكوليك impression بيكون للرايت كوليك فراكشر تمام. والله اكتبوها انه الgastric للستومك، ورينا الامبريشن بيكون للكدني، والكوليك امبريشن محطوطه هون انه رايت كوليك فراكشر. طبعا الجاستريك بيكون على الرايت سايد، والرينال بيكون اسف الجاستريك على الليفت سايد، الرينال على الرايت سايد، كوليك فراكشر رايت سايد انتيريرلي. يعني شوف الرينال امبريشن والكوليك امبريشن اثنين على الرايت سايد، بس الرينال امبريشن بوستيريرلي، الكوليك امبريشن انتيريرلي. مش مهم كثير يعني هاي المعلومه. طيب الامبريشنز هاي كفرد وذ بيريتونيوم except او لا استنى او الليفر كلها covered with peritoneum الا ثلاث مناطق. اول منطقة حكيناها هون اللي هي البار اريا، هي اول وحدة. ثاني وحدة over the bed of gallbladder. ثالث وحدة البورتا هيباتس اللي هي الهيلم of the liver. different structures enter the exit organ located in the middle visceral surface contains three main structures portal troid portal vein collects. يعني هاي هنا البورت هيباتس بدك تعرف معلومتين من هذا كلياته تمام. انه مش مغطيه بالبيريتونيوم، والبورتال ترايد بيكون موجود فيها. هسه اللوبز اوف ذا ليفر، حلو. هسه اللوبز اوف ذا ليفر تقسم الى نوعان، اناتوميكلي و فيزيولوجيكلي. اناتوميكلي انا بقسمها يعني حسب مكانها، فيزيولوجيكلي حسب وظيفتها. طبعا اناتوميكلي هم 4 لوبز، ليفت رايت كودات وكوادريت. فيزيولوجيكلي هم 2 لوبز، رايت اند ليفت لوبز تمام. الليفت اند رايت لوبز اناتوميكلي سيبريتد باي فلسيفورم ليجامنت انتيريرلي، والكوادات لوكيتد بتوين انفيرير فينا كافا. هاي مهمه جدا المعلومه، انه الكوادات بيكون between inferior vena cava and ligamentum venosum. هذا الكودات، لا تخربطوا بين الكودات والكوادريت تمام. الكودات بيكون between inferior vena cava والligamentum venosum، الكوادريت بيكون between الجل بلدر والligamentum teres، وهو الligamentum teres هذا remnant of umbilical vein. جايين هالمعلومة هاي تمام. إذن بس والله أراجعها سريعة، إنه lobes of the liver بيكون anatomically وphysiologically. الأناتوميكلي هم 4 left right caudate وquadrate. left right separated by ligament اللي هو flaciform ligament. الcaudate والquadrate في شغلتين مهمات لازم نميزها، إنه الcaudate بيكون بين between the inferior vena cava والligamentum teres. لا اسف بتوين الانفيرير فينا كيفا والليجامنتم فينوسم. الكوادريت بيكون بتوين الجل بلدر والليجامنتم تيريز. هاي مهمه جدا المعلومه. الان فيزيولوجيكلي اللوبز فيزيولوجيكلي للليفر عندي رايت وليفت. طبعا انا كيف يعني ايش الوظيفه اللي انا بقسم لها هاي اللوبز، اللي هي البايل برودكشن اند بلود بايل سيكريشن، اسف بايل سيكريشن اند بلود سبلاي. bile secretion and blood supply. طبعا منا نعرف انه الكودات والكوادريت لوبس بيكونوا يصنفوا على اساس انهم left lobe physiologically. بس تمام. اذا انا بدي انتبه physiologically هم right و left اللوبس. على اي اساس انا بصنفهن؟ على اساس افراز البايل بايل سيكريشن والبلود سبلاي اللي هي يعني تزويد الدم.
الكودات والكوادرات فيزيولوجيكلي يعتبروا ليفت لوب. ليش يعني؟ عشان هم they are considered as part of the left. لا لا أسف، لأنهم passing من the left lobe. هسا الليجامنت، نيجي على ligaments of the liver، هم double layer of peritoneum attach liver to another organ or to abdominal wall، وهم ال flaciform ligament، ligamentum teres والligamentum venosum والsuperior ligaments. تمام. الآن ال flaciform ligament located anteriorly divides liver into right and left lobes attach liver to right to the anterior abdominal wall وبنقسم superiorly وinferiorly. okay superiorly splits into coronary artery وleft triangular ligament وinferiorly encloses the ligamentum teres. تمام تمام. هسا احنا حكينا انه superior بنقسم لكورونري ligament. هسا الكورونري ligament هذا بنقسم لتو layers anterior and posterior، between them بتكون البار اريا. تمام. اذا ال flaciform ligament بيكون superiorly وinferiorly. superiorly بنقسم لكورونري ligament ورايت triangular وليفت triangular ligament. هسا الكورونري ligament هذا له تو limbs، له طرفين anterior و posterior، بيناتهم بيكون عندي البار اريا. تمام تمام. يعني هاي وهم هاي الكورونري ليجمنت، هاي رايت، هاي ليفت، هاي هنا في اريا، هاي اسمها بار اريا لهالشرح. طيب الليجمنتم تيريز او له اسم ثاني راوند ليجمنت، مهم الاسم الثاني له، ليجمنتم تيريز او راوند ليجمنت، هو ريمينانت اوف ذا امبليكال فين كاريز اوكسجينيتد بلاد. استنى، remnant of the fetal umbilical vein carries oxygenated blood from placenta to the fetus runs inferior free border of flaciform ligament from umbilicus. مش مهم هاي يسحب عليها. طيب ligamentum venosum the remnant of ducts venosus which is a fetal structure that connects between umbilical vein and then ducts venosus high connects between umbilical vein and portal vein. ليفر اوكي مش موجودة هون. طيب اوكي طيب ليفر is dysfunctional in fetus so blood will shunt from the portal vein to the hepatic vein via ducts venosus. هسا رح توضح لكم هالمعلومة ثواني. و provides attachment for lesser omentum. طيب هسا في شغلة مهمة لازم نعرفها. هلا الصفحة البيضاء ولا عمري توقعت استخدم هاي الصفحة. طيب أنا عندي لما بالإمبريو يعني عندي هون البلاسينتا. تمام. هاي بلاسينتا. هاي هيك. هاي الليفر. هنا الامبليكال فين، هنا البورتال فين. هسا البلاسينتا بتزود الامبريو بتو يعني بشغلتين، اوكسجينيتد ريتش بلاد من خلال الامبليكال فين ونيوتريانت ريتش بلاد من خلال البورتال فين. هسا انا بده لازم الاكسجينيتد ريتش بلاد هذا يمر من الليفر تبعت البيبي، صح؟ هسا ما هو البيبي بعده ما طلع على الحياه، فبالتالي انا الليفر عندي اصلا طافي ما بستفيد منها، فبالتالي بيجي عندي دكت. ايش اسم هاي الدكت؟ فينوس، فينوس مش عارف كيف تنكتب، المهم دكت. هاي بتكون هون وهون، نعمل زي هيك ونعمل زي هيك، بتمسك الاكسجينيتد ريتش بلاد بتخليه ما يمرق من الليفر وبتودي على الجي اي تي تبعت الولد، ونفس الاشي بالبورتال فين، تمسك النيوتريانت ريتش بلاد من البورتال فين
تخلي ما يمرق من الليفر ويروح على الجي اي تي تبعت الولد. حلو فضحنا. طيب ان شاء الله تكون وضحت. طبعا هاي مهمة. صح كمان في شغلة لازم نعرفها، انه انا بيبي لما 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 يكون الاكسجينيتد ريتش بلود بالامبليكال فين ويتعدى الليفر، هذا بيكون اسمه فيرست باي باس، والنيوتريانت ريتش بلود ويتعدى الليفر بيكون اسمه سكند باي باس. هاي مهمه بالله، يعني مش عارف هاي الرسمه اذا ممكن تفهم منها شيء، بس ممكن تساعدكم يعني بتقدروا تعملوا سكرين شوت. طيب هاي هذا تفسير هاي اللي هون، هذا كله هذا تفسيره اللي انا شرحته قبل شوي. طيب طبعا ligamentum venosum provides attachment for the lesser ligament. طيب superior ligaments هنا two sides right to left. الرايت سايد بتكون من coronary ligament و right triangular ligament، والليفت سايد بتكون من left triangular ligament. هسه الكورونري ليجمنت تو لايرز وايتلي سيبريتد انكلوزد البير اريا حكيناها فوق، ورايت تريانجولار ليجمنت ترمينيشن اوف كورونري ليجمنت وين تو لايرز ميت كونكتس ذا سوبيريور سيرفيس اوف ذا ليفر تو دايفرام. شوف انا هسه عندي هاي الكورونري ليجمنت في له رايت يعني رايت تو ليفت كورونري ليجمنت بس يجتمعوا مع بعض ويمشي واحد زي هيك، هذا اللي هو ال وين راحت؟ هذا الرايت تريانجولر ليجامنت، هذا رايت تريانجولر ليجامنت. طيب هسه لور اكسسوري دايجستيف اورجانز اللي هن القلب الاظهر. اذا انا كان الهبده اللي هبدها قبل شوي انه الابر اكسسوري دايجستيف اورجانز هن ثنتين، طبعا هن وحده مش ثنتين، اللي هي سليفري جلاند. اللور اللي هن الليفر والقلب الاظهر. طبعا يا جماعه والله اني درس المحاضره يعني بس مش عارف نسيت. طيب هسا function هسا وظيفة القلب لدر stores and concentrates bile، وإلها three main parts fundus body neck fundus projection of the anterior surface of the leak. مش مهم هاي يسحب عليه، ونفس الاشي هذا يسحب عليه، وهذا نفس الاشي بس يعني fundus body neck إلها. هسا blood supply of قلب لدر من وين بوصلها؟ من cystic artery، والcystic artery هذا branch of the right hepatic artery. هاي مهمة. طبعا القلب لدر بتعمل سيكريشن، مش سيكريشن، ستورد اند كونسنتريشن. و بشوف القلب لدر بتفرز، اسف، القلب لدر بتخزن البايل، ولكن مين اللي بيفرزه؟ الليفر، الكبد. تمام، انتبهوا هاي ميزو بيناتها، اللي بيفرز البايل هو الليفر، اللي بيخزن البايل هو القلب لدر. طبعا فانكشن للبايل اخذناها بالبيوكم، emulsification of fats facilitating their digestion and absorption. آخر صفحة. طيب نصلي لسجل. طيب هسا البايل دكت هيباتيك دكت وقلب لدر دكت. الهيباتيك دكت في الها right to left، right hepatic duct from right lobe، left hepatic duct من left lobe، they join each other to form common hepatic duct، والقلب bladder duct cystic duct. اوكي اوكي هاي مهمة، هاي مهمة جدا. طيب نمحي هسا انا في عندي طبعا hepatic معناها liver، في الي رايت، في ليفر الها رايت هيباتيك داكت وليفت هيباتيك داكت. هذول الداكتس لما يجتمعوا بيعطوني داكت ايش اسمها؟ كومون هيباتيك داكت. تمام هسا الكومون هيباتيك داكت كومباينز وذ ذا سيستيك داكت بيعطيني كومون بايل داكت. الكومون بايل داكت ديسنس بوستيريور تو ذا بنكرياس. اوكي common bile duct descends posterior to the pancreas and joins the هسا common bile duct joins the pancreatic duct بعطيني ampulla of water أو hepatobancreatic ampulla. هاي hepatobancreatic ampulla enters the second part of duodenum through an elevation called the major duodenal papilla. وهاي major duodenal papilla separates the duodenum into parts belonging to foregut and parts belonging to midgut. طيب طبعا الكومن بايل داكت هاي
contains a sphincter that prevents the chyme from entering it and to build up the bile. حلو. بس بالله هاي بدي ارجع اكد عليها انها مهمة. البايل داكت في لها هيباتيك داكتس, رايت هيباتيك داكت وليفت هيباتيك داكت, بيجتمعوا مع بعض بيعطوني داكت اسمها كومن هيباتيك داكت. هسا الكومن هيباتيك داكت هاي بتجتمع مع الكومن بايل داكت بيعطيني ال... لا اسف, الكومن هيباتيك داكت, كومن هيباتيك داكت بتجتمع مع السيستيك داكت بيعطيني الكومن بايل داكت. هاي الكومن بايل داكت بتجتمع مع البنكرياتيك داكت بيعطيني امبيولا اوف فاتر, هو دايليشن, يعني دايليشن هي دايليشن انتفاخ اسمه امبيولا اوف فاتر او هيباتو بنكرياتيك امبولا. هذا بفوت على السكند بارت اوف دودينام ثرو اليفيشن, اسم هذا الاليفيشن ميجر دودينال بابيلا. الميجر دودينال بابيلا هذا سيبرز دودينام بارت بيلونجز وما تبقى. يعني هسا البنكرياس اخر اشي ومنخلص ان شاء الله. البنكرياس لها تو فانكشنز, اكزوكراين فانكشن واندوكراين فانكشن. ايش هو الاكزوكراين فانكشن؟ نا سيكريت هيدروليتيك انزيم. شو هي الهيدروليتيك انزيم؟ هيدروليتيك هيدريليشن هيدروليتيك بالتحليل, تحليل انزيماتك محلله. وين بتكون موجوده؟ سكند بارت اوف دينام الاندوكراين بارت بسيكريت هرمونز اللي هن انسولين وجلوكاجون بالفينوس بلود سيركيوليشن. تمام. وين بتكون موجود البنكرياس؟ بوستيريور تو ذا ستومك between duodenum on the right and spleen to the left. طبعا يعني تحديدا اكثر posterior to the greater curvature of the stomach between the duodenum بال right and spleen بال left. It's completely retroperitoneal except the intraperitoneal tail of the pancreas. retroperitoneal يعني في اجزاء منها ما فيش عليها peritoneum, بس الانترابيريتونيال اسف التيل تبعها البريتونيوم مغطي كله. هسه البنكرياس consist of four parts: head, neck, body, tail. head, neck, body and tail. الhead the expanded portion وهو يعني أكبر head the expanded portion lies within the concavity of the duodenum. neck constricted portion between the head and the body superior menstruic artery runs behind the neck of pancreas. we can use as mark to find neck pancreas. السل بدي هو largest, هو central part of tail intraperitoneal و reaches the spleen. طيب بس بالله احنا هيك خلصنا, بس بدي امرق على كم شغلة اللي هم يعني ايش اهم الاشياء بالمحاضرة هاي. عندي بالجلانس, وين الجلانس؟ بالجلانس مهم اسمهم, المعلومات هاي انها largest salivary gland وين بتكون موجودة, اسم الدكت تبعها والكورس تبع الدكت وين بتفتح. نفس الاشي بكل الجلانس ان شاء الله اني شرحتهم كويس. طبعا اللوبس تبعت الليفر مهمة جدا. ايش كمان؟ الليجامنتس برضو مهمة. حلو. والهاي البايل داكت هاي برضو كثير مهمة. ويعني هاي اهم الاشياء اللي حضرتني الان. وبس في معلومة انه الدكتورة وفاء شرحت لنا الامبريو وشرحت لنا الفيميل ريبرودكتيف سيستم. هسه هي الدكتورة ما بتجيب سنوات يعني, بس هي شرحتهم كمان كأنه بالسنوات السابقة. يعني للي مزنوق كثير ما في قدامه غير هالحل, الامبريو والفيميل ريبرودكتيف. هي يعني ما عشان ما بحطه بذمتي ما بتجيب سنوات. انا سالت الدكتوره ما بتجيب سنوات لانها بتكون اسئلتها سهله, ولكن في حال يعني كان حظنا كويس وجابت سنوات فهي شرحت الامبريو كامل والفيميل ريبرودكتيف سيستم. هيك بنكون خلصنا المحاضره, ان شاء الله تكونوا استفدتوا واني شرحتها كويس. وبس والله يعطيكم العافيه وبالتوفيق في امتحاننا كلنا.